أنا اسمي أحمد محمد علي عثمان والشهير بالبنا، مواليد سنة 59، عندي حوالي 62 سنة. ده بيت أبويا اللي أنا فيه، كان فيه الأوضة والمطبخ اللي أنا شغال فيه ده، سندوتش بانيه وسندوتش بطاطس ومكرونة. ده الحاجة دي حكاية، الحاجة دي هي سندي، هي روحي. يعني 35 سنة احنا الحمد لله ربنا ما كرمناش بعيال، بس عيال الناس كلها عيالنا، عيال أخويا عيالي، عيال اختي عيالي، عيال اخوها عيالنا، يعني الحمد لله عيال الجيران عيالنا، واحنا في نعمه الحمد لله. وانا ليا اصحاب كتير قوي، بس لما اجي خارج هي صاحبي. يعني مش معقوله تبقى شقيانه معايا طول النهار، ها؟ وما اجي اخرج اسيبها واروح على الصرمح، انا اقعد على القهوه ولا لا اخدها معايا نقعد على الكافيه، اجيب لها سندوتش، نجيب لها حاجه ساعه، اجيب لها ايس كريم كده. يعني احنا يعني بنقعد من الساعه 2 الظهر للساعه 3 بالليل، بنبيع لنا 30 رغيف مستوره معيشانا، بجيب علاجي منها، اجيب علاجي، اجيب اكلي وشربي. يعني انا بجيب البانيه مثلا ايه من الراجل بتاع البانيه، ولما ابيع ليه 3 كيلو بكره اديهم له واجيب غيرهم، فاهمه؟ يعني اجل 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 اجل، والمكسب بقى بناكل منه ونشرب منه ونعيش منه.